واحد يسامن هنا يعني من ناحيتين الديفيوزر قبل ما اروح عشان خاطر بيحاول كانت انرجي البوتنشال البريشر مش زي اثنين ويتنج انترنال في واحد يعني اصلا زي كده هو واحد هو من ناحيتين يعني هو سكشن وديليفري تمام تمام فهو الفكره ان الجهاز العام بحيث ان هو يستفيد منه في السكشن اللي عن طريق التسترك كده تمام تمام ويستفيد منه في الدليفري عن طريق ده شغل تاني المطلوب منه انت تجيبه بلور زي كده الجزء بتاع اللي هو السكشن هو الجزء الاولاني صح كده يا دكتور ولا ايه؟ بس يعني المطلوب منكم اللي هو البلور ده والتست سكشن تمام هم مشكلتهم في الديفيوزر هم عارف انت بعد التست سكشن برسبكس اللي هو المستطيل في بعد كده البلور في ما بينهم ديفيوزر اللي هو من الكروس سكشن ده للكروس سكشن ده تمام هي السؤال يعملوه ازاي وهل مطلوب منه يبقى سمكه كبير عشان خاطر الضغوط العاليه الماتيريال نفسها اللي يعملوا منه ايه عايزين نغير شيء لا الومنيوم ولا سمكه بيقول لك صورتوا سيستمز وهم هناك يكرروا يعني انتوا صوروه وهناك بقى تكرروا مع بعض تمام كده علي تاني خلاص يعني الافكار دي انت ايه تقولها لهم بقى لما يكونوا معايا تمام ولا ايه؟ طيب طب انا اقول لهم حاجه كلمني يا ولد يا سعيد انت عايزها؟ بالنسبه لهنا بقى فهماني انا اليمين السرعه تاني
مش يعني انا مفرقش معايا بعد كده ايه وانا الشغل كله هنا. يعني انا دلوقتي يعني الحكم في الشغل تبعه انكسحت المروحه السكشن اللي عندي المروحه شغاله سكشن تمام لا حط لها بقى الفلوس ما هي عايزه اخفض السرعه عند المروحه قبل ما اشتغل سكشن دي ما عملتهاش على الستريت عشان لان التست سيكشن بتاعي ما هو ستريت لو المخرج بتاعي او السكشن بتاع المروحه هو نفس السكشن اللي عايزه تعامله نفس يعني بص المروحه انا شكلها عامل ازاي بص السكشن بتاعي عامل ازاي خلاص دي المروحه اللي موجوده يعني انا مش الغلط يعني انا مش خاطر عايز ازود الغلط فرحت خالص ايوه ايه ده هو صار مبارك انت عمرو مين تصور الحاجه دي مسمير دي امكن والثانيه لو سمحت قدام ومن ورا بس ده مين تاني شوف المعمل دي مش مهمة خالص احنا يا ستي منظر قال لي على فكرة دي مختلفة عن دي في الواحدة واحدة لا ما انا عارف هو المفروض اصلا مش عارف هو الدكتور كل اللي عايزين نفهمه موضوع ال ايوه قال لك ايه على البيت دي على فكره احنا زيها ده اللي انا بقول دي بس هو عايزنا نعرف الفرق ما بينهم عشان خاطر في هنا بيبقى السحب من الجنب ايه ده هنا سحب من الجنب